في أي وثيقة نشدها؟ عندي الحق، أعطاها لي الدستور، عطاها لي الدستور، ماشي انت اللي عطيتيها ليا. انت راك موظف خدام، شي بقى يلعب بيا راه كتجي عيب وعار. مشيت لعند القايد وقال لك يسني لك الوريقات، خرجت شاسالت شاب حالات وشفتي تيلعبوا بيا، تيلعبوا بواحد لاصيان. طلب حقي ما تكبيرش، حقي صغيور اللي كنطلب انا عار الله الوطن الملك. كاين اللي هو عايش تحت عاش الملك ومرمور عاش الملك تي كيذبح الناس، حشومه عيب وعار. هو الشعار ديالنا ان حلفنا ان لا نخون ان لا نخون العلامه، الملك ديالنا المتعب. احتراماتي، انا واحد اكس اديدون شيف متر برينسيبال لا مارين رويال نوتر ديفيز، ولا الشعار ديالنا الله الوطن الملك. انا بنيت واحد تيهمي هنا، بنيت واحد الدار هنا فاش تكن اي تسعيد اللي بنا دابا الفيلا ما بنيتهاش، اللي ضربت انا 38 عام في الصحراء. يلاه تكافيت مع السكنه ديالي وولادي. واحد كيش الملك راه ما بغاش الفساد، باغي العمل الصالح والشعار الله الوطن الملك. كاين اللي هو عايش تحت عاش الملك ومرمور عاش الملك تي كيذبح الناس، حشومه عيب وعار. انا شي وراق ما صايبتهم شي، عييت من جرى الوراق، جري يا ما جري جيب هادي. عندي الوراق ديال الرسم، عندي ورقه ديال الضو، عندي ديال الماء، سير واجي سير لا انا لا ولادي لا المراه. انا خارج لانتريت من لامارين وعندي ديكوراسيون وفيليسيتاسيون، والاخر سميتو الوسام. انا عامر بلي ديكور وعامر بلي خصك خص الواحد يحترمو. جيت للمقدم قال لي سير من بعد، سير من بعد، واش نعطي لك فلوسي؟ راه حرام، إلا عطيت لك أنا راه أنا مشبوه، ما غنعطيكش. راه كوم كوا تخدم، راه قريب للمواطنين. أنا راه إكس أديدون شيف كنعاني، راه الوريقات دابا مازال عندي كلشي محسوب على الرشيدية. علاش؟ ضربت من 2018 أنا بين الدار ديالي، الملك الله ينصرو، الشعار ديالنا الله الوطن الملك. أنا راه دفعت، راه واحد إكس أديدون شيف اللي دوز الحرب في الصحراء. 84 دخلت الصحراء مازال جون، دابا حنا راه 62 وخرجت لانتريت، راه الحمد لله خدمنا الوطن ديالنا وكيف حنا على الوطن ديالنا. تتحرات الصحراء وحروها المناضلين والعسكر القديم، ماشي حنا نقولوا ودي راه جرينا. والمشكل اللي جبنا كاملين، منين جا المشكل كاملين، كان واحد المراه، واحد المراه في واحد الزنخه جات من الداخله. علاش في المثل منين نقول لهم كدير هذا الشيء شي حويجات صافي وليت العدو، لا في الجماعه ولا في القياده. كتجي لتما اش هاد الشيء، سيب جيب الوريقات، سير واجي جيب، عندي الرسم، عندي الوراق ديال الضو، عندي ديال الماء، سير واجي سير. علاش سير واجي؟ علاش سير واجي؟ علاش سير واجي؟ والمالك الله ينصرو راه سهل لنا الماموريه، راه الحمد لله، راه الشعب المغرب ديالنا بخير وعلى خير. ولا اني واحد باش يشد اللي ماشي ديالو ويديرو في الجيب ديالو وكلو الاولاد، وراه ما عيب وعار. انا راه خدمت 38 عام والحمد لله بتغرات ديالي وحلفنا قسمه ان لا نخون العلامه. راه كان حنا الشعار ديالنا ان حلفنا ان لا نخون ان لا نخون العلامه، الملك ديالنا المتعلي. جي لتما تنقول له نعطي ليه الوريقات تيمشي، ما كاع ما كيهضرنيش، نعطي ليه خليني. مشيت لعند القايد قال لك يسني لك الوريقات، خرجت شاسالت شاب حالات وشفتي تيلعبوا بيا، تيلعبوا بواحد لاصيان اللي عنده راه ولادي، راه ولدي قد ولادو، باش يبقى يلعب بيا راه كتجي عيب وعار. انا رجع لعند القايد، تيقول لي القايد، عيط ليه القايد، تنقول له كيتحمل المسؤوليه ديال هذا المقدم. وثيقه كنطلب دابا في المد بحال شهاده الاخرى. عندي البنت اونديكاب مونطال، خصني مانتيان دوك لا ديسيزيون باش تبقى ندفعها كل عام، باش على حساب الادويه ديال ما ساهلاش 40000 ولا 60000 في الشهر، في 3 شهور. راه عندي لا ميتويل ديالي وعندي القوانين ديالي، سير واجي سير واجي. وجينا من قلميم كنصيبهم في نهار، ما كتبوش يا الله، كنصيبهم في نهار هادو، سير واجي سير واجي. ها هما دابا صفطوا ليا من لا فونداسيون، قال لك الا ما جبتوش الوراقه ديالك غادي يرجع لك الملف. الملف فيه 120000 ريال، شكون اللي جعلني ما ندفع الوريقات؟ هكاك سير واش تمغار ديالي هكاك، نفس المشكل كاع ما دار فيها القايد. وحنا سكننا هنا من 2018، خصني اي وثيقه نشدها، عندي الحق، عطاها لي الدستور،
عطاها لي الدستور ماشي انت اللي عطيتيها لي. انت راك موظف خدام، انا راه روتريتي، سهل لي الماموريه الوريقات ديالي باش نسيفط. هو دابا الوريقات الا ما جاوش دابا غادي يردوا لي الدوسي، الدوسي فيه 120,000 ولا 140,000 ريال. ها هو دابا كانت جراه وما الوريقات كانوا قبيله نسيت الوريقات اما نجيبهم. كاين الوثائق كلشي، ها الاقوال ها الافعال باش يولي المقدم يديو يجيبو فيك عنده ما عرفتش 32 عام ولا 34 عام، انا 62 عام، راه ما غاديش تصرت ليا، ما تصرت لياش. وعاش الملك. طلب من سعاده العامله، راه انا شلح كنطلب من سعاده العامله انا غير الحقوق ديالي الصغار ماشي حتى الكبار، الحقوق صغار كنطلب الحقوق صغار اضعف الايمان باش وريقه ديالي ها هي. كاينين كلشي الوثائق اللي كدير اش كتسمى اللي كتساعدني باش نسد الوريقات ديالي، شهاده السكنه، شهاده العزوبه للبنت، شهاده عدم العمل للبنت، كلشي تيشوفوا. هذا هو اللي كنطلب انا، كنطلب حقي ما تكبيرش، حقي صغير اللي كنطلب انا على حقاش انا ولد الوطن. والحمد لله ديكوراسيون فيليسيتاسيون كلشي عندي الحمد لله، وعندي تاع حسن السيره بون كوندويت مع لارمي اللي دخلت اللي خدمت ما عمرني من ذاك النهار. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.